لعبد هو اللي جايب الضرائب راه الاخ ديالي 5200 درهم هذاك النهار. وجات الثانيه تابعه ديال السنه المواليه هي 4800 كان عليه يخلصها واحد 200 درهم الا انا نفضي الضرائب خصني ندير عليه هديه. قلت لهم بالله يعني راه فيكم وثقه وفيكم روحانه ما نرميوش الاحكام جزافا خصنا نفهموا ان الوقت واش الوقت دابا الا سولت انت الزبره وسولت الاخوان واش خصنا نتقدموا للقدام ولا نرجعوا للور خصنا نتقدموا للقدام اللي غتقول لي ايوا هذه الجامعه اللي قلت لكم عندها موقع استراتيجي وعندها امكانيات هائله لاستقطاب الاستثمارات والساكنه ديالها تستحق منا كل خير وباش غنديروا لها التنميه المحليه باش غنلبيو وننفذوا ذاك المخطط الجامعي للتنميه. ولذلك كنت صارما وصريحا قلت لهم الرسوم الضريبيه اقتضاها المركز المهدد وفق المرسوم اللي صدق عليه السيد وزير الفلاحه ووزير السكنه بطبيعه الحال وتم تفعيله في 2010 من جهه المركز المحدد يبتدئ من نميرو مرام اللي تكمل هاد البلاصه دروس بها دابا النميرو مرام هي خصها تخلص المناره ديال البليه عاد تخلص السيبرينا في الاصول عاد تخلص وبالتي خصها تخلص احتلال الملك العمومي يعني وين الملك العمومي يعني وين الرخصه هذه تخلص الرخصه 20 درهم على حسب اسم الملك العمومي 3 شهور وهذه بعيدي والنادي سيطة فرنسا ديبرا حيث فعل الإحصاء السكن الثانوي إحصاء يتخلص كاين طف في البيت زيد النايب نعاسو راكي وراكي كاين طف ستحوبة ديال وراكي وراكي نايب ناس على جاوني نزيد عندنا واحد المرة نخلص لا تتحكر معك والله كل لي علاش عندنا من خباج ورا علاش راني من خباج ورا نخلص الزبرة دي السكن الثانوي مفروض يخلص الاراضي الغربيه مفروض تخلص اربعه ايناد المركز المعدل قابلوا انزي تيغمي بين الرفت وقع ما وقع في دير الرفت وجاو عندي لهنا قال لي واه صاحبي كيز درت سلطه الانتخابات علاش درت هذيك السلطه علاش هذيك السلطه غنكيس انا مسؤول خصني ننفذ القرارات ديال المجلس المولاي علاش هادو السلمي ديال الصعوبة يحب نفذ توصيات لمقررات المجلس يحب نفذ ها السفليدات يحب نفذ لمقررات المجلس يحضر تشوف الضرائب الأرض المغربية من 2010 2011 2012 2013 2014 2015 السنة باسم دار غير كان القضاة المجلس الجامعي والحسابات السنة غير كان سكسان وردني ورد احنا جبت السؤال شكون احنا كان لينا احنا الشوشار كان تشخشير